ذكرت مصادر تاريخية أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أنه حفيد امرأة إنجليزية وله ولع كبير بالنساء والبحر ورغبته الكبرى فقط أن يصاحب ويتزوج الشقروات الأوروبيات، لذا ظل باحثا عنهن كيفما كانت الظروف وكيفما كانت العطايا، خصوصا أن في عهده شهدت عمليات القرصنة بسل انتشارا واسعا وصلت العالم الأوروبي والمتوسطي. في هذا التقرير التاريخي نكتشف كيف تزوج السلطان سيدي محمد بن عبد الله فتاة إيرلندية جميلة اسمها شهرزاد، وامرأة تدعى من كورسيكا فرانسي شيني، بالإضافة إلى أسيرة إيطالية من السبايا في غاية الجمال وامرأة إسبانية، ووصلت عدد زوجاته 4 على الأقل من أجنبيات من أوروبا. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. توضيح في البداية، هذه الصور في الفيديو هي فقط صور تقريبية، ولم نجد صورا لزوجات السلطان، فقط رسومات للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. من ضمن الأوروبيات اللواتي سيكون لهن حظ عظيم في قلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله فتاة إيرلندية جميلة اسمها شهرزاد، وهي إحدى النسوة 7 التي تزوج بهن، وقد أنجبت له ولدين 2 وهما سلمى والسلطان المولى يزيد. وتفيد بعض الوثائق التاريخية أن والد شهرزاد كان إيرلنديا يعمل في جيش السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وبغض النظر عن أصول هذا السلطان الذي ذكرت مصادر أنه حفيد امرأة إنجليزية، فإنه أدار من حوله عدة نساء من شقروات أوروبا. وحسب الفرنسي هنري دولا مارتينيز، كانت من بين محظيات السلطان سيدي محمد بن عبد الله امرأة من كورسيكا تدعى فرانسي شيني وأخرى إيطالية، وصفها الكاتب بذات الجمال الرباني. فقد سمح لأحد الدكاترة الأوروبيين في القرن 18 بالولوج إلى الحرم السلطاني، حيث عالج امرأة إيطالية جميلة وقد تركت في نفسه أثرا كبيرا لحسنها وطلعتها البهية. هذه الأخيرة وفق ما ذكره الباحث كانت قد أصرت بعد غرق سفينة كانت تقلها وهي مجرد طفلة صغيرة، فتم جلبها للسلطان سيدي محمد بن عبد الله وتربت بين حريمه بالقصر. ولأنها اعتنقت الإسلام فضلا عن تمتعها بجمال آخر، عاشقها السلطان فتزوجها لتنضم إلى باقي نسائه، كما كانت تتمتع بمكانة خاصة ونفوذ عند محمد بن عبد الله السلطان، والذي عزز حريمه السلطاني أيضا بامرأة إسبانية. وهكذا ضمت خارطة نساء القصر آنذاك عدة أجنبيات فضلا عن الجواري والخليلات اللواتي يمتلكهن الأمراء، حيث كان ضمنهن العديد من النساء الأوروبيات. في كتابه حول المغرب ذكر الباحث الأركيولوجي ذو الجنسية الفرنسية هنري دولامار تينيز تفاصيل دقيقة عن المغرب في الفترة الممتدة بين سنتي 1882 و1902، وهو الذي عاش في طنجة قرابة 36 سنة كدبلوماسي فرنسي رفيع المستوى بالمغرب. وقد حكى الكاتب أن سلاطين المغاربة كانوا ميالين دوما للأجنبيات قصد خلق جو من التغيير في متعهم، وأنه في زمن العبودية الذي وسم عهود سابقة كانت الأوروبيات تشكلن جزءا من سبايا القصور. وفي زمن القرن 9 يقول هيرني، فإن فضول بعض الأوروبيات وكذا سوء تصرفهم حملهن إلى دخول عالم حريم السلطان فلم يخرجن منه أبدا. إنه السحر القادم من الغرب والذي كان مجرد تواجده بين حريم السلطان يخلق فسحة في قلب السلطان المتقل بأعباء الدنيا والسياسة وإكراهات الحكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب،
وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.